وللحديث عن مأساة الغوطة الشرقية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الناشط الحقوقي السوري رضا سطيف. سيد رضا، مرحبا بكم. يعني مع تأجيل التصويت في مجلس الأمن على فرض هدنة في الغوطة الشرقية، كيف هي الأوضاع هناك سيد سطيف؟ مساء الخير سيدي. أهلا بك سيدي الكريم. مساء الخير لجميع كل المشاهدين. بداية، كما ذكرتم في التقرير السابق منذ لحظات، الوضع كما هو منذ حوالي 8 أيام. القصف مستمر، الوضع الإنساني المدري، شهداء تجاوز عددهم أكثر من 400 شهيد. مشافي دمرت، مشفى سقبة من يومين، مشفى حموري، مركز الإسعاف السريع، استهداف للمراكز اللجوء. القصف دائما متركز، القصف متركز على الحاضنين المدنيين والشعبيين. نعم. طبعا هذا إضافة لعدم وجود أي من مقومات الحياة، سواء غذاء، سواء الأدوية أو المواد الإسعافية. وكما ذكرتم، ما زال العديد من الشهداء تحت الأنقاض، لا يستطيع أحد انتشالهم بسبب شدة القصف الموجود. طيب سيد رضا، يعني غارات النظام السوري لم تتوقف وهناك أيضا مزيد من الضحايا، لكن هناك يعني نفي روسي بالاشتراك في عملية القصف، هل رصدتم انخراط طائرات روسية في عملية القصف على الغوطة الشرقية؟ نعم نعم سيدي الكريم، هذا الأمر واضح لجميع المشاهدين أو كل من يتابع الحدث السوري. فالطائرات الروسية تخرج أسراب، كل 5 طائرات أو 6 طائرات بنفس الوقت تخرج تغطي منطقة كاملة بقصفها. القواعد الصاروخية الروسية المنتشرة على أطراف دمشق هي من يقصف الغوطة، ونحن نعلم هذا الأمر. ولدى المقاتلين الميدانيين أصبحت الخبرة الكافية لتمييز الطيران الروسي من الطيران السوري، والطيران السوري غير قادر على أن يقوم بهذه المهمة بمفرده. سيد سطيف، نحن ننتظر، ربما تكون هناك فرض هدنة في الغوطة الشرقية، لكن فيما لو استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد قرار الهدنة، ما الخطط البديلة لإنقاذ 400,000 مدني في الغوطة الشرقية؟ سيد الكريم، بداية لو سمحت لي بس أن أعلق على موضوع التصويت، يعني وتأجيل التصويت. فقط هو التصويت على الهدنة هو المؤجل، ولكن كل شيء مستمر على الأرض، القتل مستمر والتدمير مستمر، الشهداء مستمر في كل يوم، عشرات ومئات الشهداء. حقيقة نحن لم نلمس من المجتمع الدولي جدي في هذا الأمر. فبإمكانه، ونحن كلنا يعلم بأن حسب النص الفقرة الثالثة من المادة 27 المتعلقة بالتصويت في مجلس الأمن، بأن قرارات مجلس الأمن تصدر في المسائل بموافقة 9 أعضاء على أن يكون بينها الأعضاء الدائمين. طيب. ولكن بالاستناد لأحكام الفصل السادس والفقرة الثالثة من المادة 52 يمتنع عن التصويت من كان طرفا في النزاع. هذا الأمر لم يستخدم ولا مرة في حياد روسيا. روسيا هي طرف في النزاع وليست طرف ضامن أو طرف حيادي بهذا الأمر. من اسطنبول الناشط الحقوقي السوري رضا سطيف، شكرا جزيلا لكم.